في السابقين كان أنظف واحد في عهد مبارك أدبا وأخلاقا ويدا كان الدكتور يوسف والي، كان راجل طيب جدا. يعني هذا يعني رجل تعرض لظلم شديد. بالظبط كده حضرتك. ما كانش بياخد مرتبه من الدولة، ما كانش يعني مثلا، أنا فوجئت إن مثلا هو بيصوم 3 شهور، يا رجب وشعبان ورمضان ده من خلال ما تعرفت عليه كرجل إعلام يعني. فمرة كنت معاه في بنغطي توشكا، ففي غدا، فالناس كلها قاعدة تتغدى وهو قاعد، فأنا يعني المهنة خلي يعني اللي هي انت عارف حضرتك ان مهنتنا يعني بتحب التطفل كده والتسئله وبتاع. ده حقيقه. فروحت اساله، انت حضرتك يا فندم بتغداش ليه؟ انت تعبان ولا حاجه؟ قال لي لا انا صايم. صايم احنا كنا يوم تلات. ده توشكى حر. فبقول له يا فندم جهاد السفر وما كانش راجل صغير يعني. بالظبط كده. فبقول له حضرتك حد بصوم التلات؟ فقال لي لا ده انا بصوم رجب وشعبان ورمضان. فبيني وبين حضرتك دي كانت معلومة ما كنتش أعرفها يعني. يعني في الشخصيات العامة التانية برضو يعني الحقيقة في ناس طيبة، بس ممكن يكون ما بيحضرنيش منهم أسامي. أسامي طيب دي. احنا في الآخر هنعرض صور وهقول لك طيب ولا شرير، بس